ولكن هشتغل في طبق مكرونه فيه تفاصيل كتير. سجق، مكرونه بينا، جبنه موزاريلا، بصل وتوم، بهارات، ملح وفلفل وزعتر وخبره طهويه. تعالوا نشوف نعمل الطبق ده ازاي. المقادير على الشاشه، صوريها اكتبيها سريعا علشان نكسب كل دقيقه وثانيه، وقتنا من ذهب على الشاشه. حلو الكلام. المقادير زي ما هي، مش هقرب منها. انا هحط زيت الزيتون بس في الطاسه واحمر البصله والتومه اهو. حلو، بصلايه وتومه مع شويه سجق حلوين كده اهو. اللهم صل على النبي. ده البصل وادي التوم، ونسيبهم على النار مع شويه زيت زيتون. حلو، معانا حله على النار فيها ميه بتغلي. نفك المكرونه بتاعتنا، بنقلب السجق كده اهو. حاضر يا فندم، حاضر. عندي السجق كده يتحمر، بنسيب السجق يتحمر عشان انا هطلع فاصل دلوقتي. ناخد المكرونه بتاعتنا ونسلوها تقريبا نص سوا، فيش ميه، مخلوطه بشويه زيت وشويه ملح اهي. ودايما يبقى عندك مصفى علشان تستفيدي بالمكرونه وشوربه المكرونه دي في عمل الصوصات، اذا بتعملي وايت صوص او بتعملي بشاميل. خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اسرار عمل المكرونه بالسجق والبشاميل. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ومعانا الكميه كده، نشتغل في المكرونه بتاعتنا اه. بصلايه اتحمرت، شويه السجق بتوعي زي الفل، لموا نفسهم تمام. اقطع الكبيره منهم كده لو انا عايز. دايما عايزه تقطعي السجق في طريقتين، يا اما تقطعيه قبل التحمير مباشره وتحطيه في طاسه سخنه علشان ما يتهريش منك، يا اما بعد ما يتحمر كده ويشد نفسه في قلب الحله تقطعيه زي ما انت عايز. معانا المكرونه اخبارها ايه؟ نبص عليها. المطبخ ده هوايه، عايز اتكلم عن حاجه، يعني مش لازم اقول لك انت دارس مطبخ، مهما والله بيتعلموا ويخشوا فنادق وسياحه وفنادق اوكي بياخدوا اساسيات المطبخ، ولكن انت لازم تحب المطبخ، وانت لازم تحب المطبخ عشان تقف فيه. حلو، بتلاقي واحد خريج سياحه وفنادق وقسم مطبخ وشغال شغلانه ثانيه، يقول لك ايه، يقول لك والله ما حبتوش، ليه دخل بقى لقى فيه ايه؟ حدوته ثانيه وحكايه ثانيه. انا بحط كده الوايت صوص ده كده اهو. حلو، زي الفل. دي الشوربه بتاعه المكرونه اللي انا سالق فيها المكرونه اه. واسيب السجق يستوي كده اه، وعندي البفتيك بيستوي وكل التتات اللي في الدنيا. ادي الجبنه الموزاريلا نزلت على المكرونه. الله، الطبق ده انا بحبه ليه بقى؟ ساحه الجبنه مع المكرونه. الله، ايه رايك في الطبق ده يا شفيق؟ جبنه لما تسيح كده مع السجق وسباكيتي، قصدي مكرونه بينا، ممكن تعملها سباكيتي اه زي ما انت عايز. نعم يا غالي، بيقول لي ينفع ان احنا نعملها سباكيتي بدل البينا؟ ينفع، مكرونه عادي، بس هي مع الطبق ده حلو. ليه يا شيف؟ المكرونه البينا زي فيها خرام كده، عامله زي المواسير الصغيره يعني، حلو، مخرمه، بتشيل صوص، الصوص اللي بيبقى جواها ده كده وانا باكل كده بحس بيه، غير السباكيتي اه. عشان كده بيعملوها بالبشاميل. المكرونه دي جاهزه كده زي الفل، اغرفها سريعا. طبق حلو لطيف وجميل.